تمكين الشباب يضرب بجذوره في أركان الدولة المصرية من جديد، فاتحا الطريق أمامهم إلى يوم يأتي وهم حاملين على أعناقهم أمانة قيادة سفينة الوطن، بعد أن تسلحوا بخبرة العلم والعمل والتأهيل الجيد، وكانت عمود من أعمدة الجمهورية الجديدة هم شباب مصر. الشباب ده المستقبل والأمل والحلم، بكرة قدامكم. عزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب. بكرة قدامكم. أهلا بحضراتكم وجولة جديدة من جولات برنامجكم برنامج اليوم، هنتابع فيها أهم وآخر الأخبار المحلية والعالمية. النهاردة يوم الجمعة، خلونا نقول إن أهالينا اللي سبقونا قالوا وإحنا كمان قلنا إزاي دولة شابة وعتية، الشباب فيها بيمثلوا أكتر من 21% ما بين سن 18 ل 29 سنة، ما لهمش نصيب في تقرير مصيرهم ومصير بلدهم. لكن في 2014 الوضع اتغير، حقيقي اتغير. منذ اللحظة الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع استراتيجية تمكين الشباب كحجر زاوية في تدشين ما بين قوسين الجمهورية الجديدة. انطلق قطار التمكين من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. تأهيل حقيقي، تأهيل على كل المستويات، علمي وسياسي وغيره. من بعده جاء منتدى شباب العالم بيتجلى فيه فعليا رغبة القيادة السياسية في إفساح المجال العام أمام الشباب في التشكيل الحكومي الجديد وفي حركة المحافظين. شفنا ده وشفناه بقوة لم نشهده في الدولة المصرية منذ عقود. الحقيقة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن هناك توجيهات رئاسية باستمرار تمكين المرأة والشباب، فخلونا نعرف تفاصيل أكتر ونتكلم مع بعض بلغة الأرقام، لغة الحقائق، عشان يبقى كلنا يعني متابعين جيدين ونعي جيدا أنه بالأرقام بتظهر الحقائق. معانا الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية. برحب بحضرتك يا فندم. طيب واضح ان احنا مش لسه ما عرفناش نتواصل مع احمد ايوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، لكن خلوني اقول لحضراتكم ان حجم الشباب اللي تم تعيينه كمحافظين ونواب محافظين لم تشهده جمهورية مصر العربية من قبل. احنا بنشهد عهد جديد بتمكين فعلي وحقيقي للشباب والمرأة، وده اللي احنا الحقيقة عايزين نتوقف عنده كثيرا. ماذا يعني وجود كل هذا الحجم من الشباب سواء كانوا نواب محافظين أو محافظين في الصف الأول والصف الثاني من القيادات داخل مصر، وإزاي القيادة السياسية بتحرص على هذا في كل قراراتها سواء كانت السابقة من 2014 وحتى اليوم وحتى 2024؟ انعكاس ده بقى على انخراط الشباب في العمل السياسي والعمل العام، على خبراته القيادية. خلينا نقول إن هم لو لم يكونوا نواب محافظين ومساعدي نواب محافظين ونواب وزراء ومساعدي ليهم ما كناش قدرنا، يعني ما كانوش صف تاني وتالت، ما كناش قدرنا النهاردة إن احنا نصعدهم للصف التاني والصف الأول. احنا معانا مرة تانية الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ أحمد، إزاي حضرتك، أخبارك إيه؟ الحمد لله.
صوت كل كويس. التحية لحضرتك والمشاهدين الكرام. طيب بنحييك، وعايزه اسالك لمست ازاي حرص القياده السياسيه في تمكين الشباب في جميع القطاعات؟ وانا عايزه اسالك هنا بالارقام يا استاذ احمد، قول لي عدد نواب المحافظين من الشباب قد ايه؟ رجل وامراه. عدد ايضا من الشباب عددهم قد ايه اللي تولوا الحقائب مثلا، سواء كانوا محافظين سواء كانوا وزراء؟ كلمني بالارقام. يعني خلينا حضرتك انه يعني قبل ما اتكلم في الارقام ديت، خلينا اقول لك ان انا لمست ده مع الرئيس منذ اول يوم لتوليه مسؤوليته في 2014. احنا بنتكلم على 10 سنوات من خطوات واضحه ومتتاليه لتمكين الشباب بشكل واضح وتمكين المرأة بشكل واضح. مش بس السنه، انت حضرتك قلت جمله مهمه قبل ما تبداي معايا الكلام، انه لو ما كانش عندنا نواب وزراء ومساعدين وزراء ونواب محافظين ومساعدين محافظين، ما كناش هنقدر النهارده ان احنا نعمل هذا. اللي حصل على مدى ال 10 سنوات الماضيه انك انت تأهلي الشباب بشكل جيد جدا، اجهزه الوطنيه للتدريب، تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، دعمك لهم في تعيين هؤلاء الشباب كمحافظين وكمساعدين محافظين وفي الوزارات وفي جهات مختلفة، تنمية قدراتهم. النهاردة خلاكي بس ما بتتكلميش على صف أول، بتتكلمي النهاردة على صف أول وصف تاني وصف تالت. ده كان هو اللي بينقص الدولة المصرية. بنك الكفاءات اللي عندك في الدولة المصرية النهاردة بقى في عدد كبير أضعاف ما أنت محتاجة للوظائف أو المناصب العليا، لان بقى عندك قدرات مهمه انت قادره تستخدميها وقادره تستثمري هذه القدرات والمواهب. النهارده لما بتكلم على خمسه على الاقل، على نسبه اكبر من الشباب في نواب المحافظين عدد كبير. النهارده لما بتنزلي بمعدلات السن في الوزراء ده عدد كبير، وده مؤشر مهم جدا. النهارده بنتكلم على شباب حتى في الوزارات اللي كان متعود ان بيتولاها شخصيات في اعمار سنيه كبيره، نتيجة الخبرة ونتيجة مواقعهم زي وزارة الخارجية. أنا بعتبر النهاردة إن وزير الخارجية نفسه واحد من اللي ممكن نقول إن إحنا نزلنا بسن. فأنا بتكلم على شكل عام إن الدولة النهاردة رايحة بوضوح شديد جدا ناحية. طيب يعني الناس وهي بتسمعنا دلوقتي في بعض منهم هيقول لك طب وايه اللي هينعكس؟ يعني لما يبقى عندنا محافظين ونواب محافظين ووزراء شباب، هينعكس ده ازاي على سياستنا وسياسات الدولة المصرية وعلى قراراتها؟ واحد، انا بتكلم عن دولة 60% منها شباب، وبالتالي ما يبقى المسؤول شباب فهو قادر على التعامل مع تطلعات واحلام هذا الجيل، وقادر ان هو يتعامل مع التطورات العصرية اللي موجودة، فاهم لغة الناس دي، فاهم لغة الشباب، فاهم طموحاتهم، فاهم مطالبهم. ده واحد. اثنين، التولز مع الادوات اللي بيستعملها للوصول للشباب اللي في سنه. اتفضل. بالضبط. اثنين، انه الشاب ده معناه طاقه، معناه قدره، معناه انه ينزل يتحرك في اماكن كثيره جدا، اماكن العمل، ان دي يقدر يتحرك في جولات، يعمل تواصل، يشتغل بطاقه اكبر. ثلاثه، ان الشاب ده معناه افكار جديده، معناه افكار مناسبه للمستقبل، هو بص على المستقبل ازاي. وبالتالي انت هنا بتعيدي مره اخرى شباب الدوله المصريه، شباب الدوله، شباب المؤسسات. والشاب ده نفسه داخل مؤسسته اللي بقى موجود فيها هو هيبقى مطلوب منه يطلع شباب تاني جداد من جوه المؤسسه، يبحث عن الكنوز الشبابيه اللي جوه هذه المؤسسه او الوزاره او المحافظه. طب هيقول لك فين الخبره؟ هم شباب ومؤهلين ومدربين واشتغلوا في العمل العام على مدار 10 سنوات. لا، ما هنا بقى دي حاجه مهمه جدا. اتفضل. ما حدش خد باله منها. احنا بنتكلم يا استاذه عن 10 سنين من اعداد هؤلاء الشباب. وبالتالي الشباب دول ما جوش مسكوا نواب ومساعدين ولا وزراء حتى من فراغ. لا، ده جايين واخدين خبرات. هدي نموذج حضرتك. اتفضل. السيده وزير التنميه المحليه منال ميخائيل. ايوه. طيب. الست دي جت ازاي؟ كانت نائب محافظ الجيزه، خدت خبره في حوالي سنتين او ثلاث سنين، ثم انتقلت محافظا لدمياط لمده اكثر من 5 سنوات، النهارده وزير تنميه محليه. هو 7 سنين او 8 سنين اللي فاتت دي ما كانتش خبره بتكتسبها الوزيره؟ طيب،
لما اروح للنواب المحافظين واشوف الاماكن اللي كانوا موجودين فيها، او حتى وزير الاسكان كرئيس لمدينه الشروق ثم رئيس لمدينه اخرى ثم مساعد لوزير وزير الاسكان، هو ده ما كانتش خبرات باخره. اللي اتغير في الفكره يا استاذه ان انا ما بقتش اتكلم على ان الخبره تاخدها بعد 60 سنه ولا بعد 65 سنه، الخبره انت بتاخدها وانت شباب، انا بديك خبره وانت صغير لسه، انت بادئ خبرتك من 10 سنين فاتت، بادئ خبرتك من 7 سنين فاتت، فانت الخبره موجوده، بس الفارق انك انت اكتسبت خبرتك بدري. انا ما قلتش ده مش ده ما بقاش كلمه لا ده المنصب كبير عليه، ده صغير لسه قدامه كتير. انا بقول ان هذا الشاب يتوجد وياخد خبرته مبكرا من باول ما يتخرج، يروح الاكاديميه الوطنيه للتدريب، ياخد كل المؤهلات، ولو احتاج يسافر بره للتاهيل يسافر بره عشان يطلع على خبرات وتجارب جديده ويجي لي عنده هذه الخبره، يتولى المناصب من تحت بمعنى الدرجه الادنى ثم يعلى ثم يعلو الى ان يصل الى هذا المنصب، يكون عنده كل الخبرات اللي تمكنه من اداره هذه الملفات بالشكل العملي، الشكل الذي يحقق طموحات هذا الجيل والدولة المصرية ويجدد شبابها. وبالتالي بيجي حد يقول لك فين الخبرة؟ الخبرة موجودة، الخبرة موجودة عند هؤلاء. اثنين، الخبرة موجودة كمان عند الدولة نفسها، فكرة خبرة الدولة ما حدش واخد باله منها. في فارق ما بين خبرة الأشخاص وخبرة الدولة. دولة حضرتها 7000 سنة، دولة بقت دولة مؤسسات. الوزير اللي هيبقى في الإسكان ده هو ما بيشتغلش لوحده، لكن حوالين منه رؤساء الأجهزة ورؤساء القطاعات وكلاء الوزارة ونواب الوزير والمحافظين، كل دول عندهم خبرات. وبالتالي هنا كمان فكرة العمل المؤسسي، انت ما بتشغليش فرد هو اللي بيدير، فكرة المركزية ان كل حاجة يعملها الوزير ومفيش حد يوافق الا بالوزير ومحدش يتحرك الا بالوزير، انتهت خلاص في الدولة المصرية منذ 2014، بقت فكرة الوزارة المؤسسة. ان الوزارة، طب يا استاذ احمد خلينا نقف بقى على ارض الواقع، احنا بتشهد الان الدولة المصرية تحديات غير مسبوقة وبيواجهها الان هم الشباب، حجم التحديات اللي ممكن يواجهوها ايه؟ وازاي يقدروا انهم يعبروا بسفينة الوطن الى بر الامان في كل الملفات؟ طيب، سواء كانت ملفات اقتصادية سواء ملفات اجتماعية وغيرها من الملفات. وانا بتكلم مع حضرتك دلوقتي بمناسبة الانتخابات البريطانية، هو رئيس وزراء بريطانيا سوناك كان عنده كم سنة؟ 41 سنة. ده رئيس وزراء بريطانيا. هو ماكرون تولى رئاسة فرنسا وعنده كم سنة؟ اعتقد في نفس السن. صحيح صح كده؟ صح كده. يعني انا بتكلم على رؤساء وزراء دول كبرى وسن شباب صغير. اذا التحديات اللي موجوده، الناس اي عندنا مشكله، عندنا ثقافه غريبه جدا، زي ثقافه ان القطاع الخاص لازم كلهم يبقوا حراميه، زي ثقافه ان ما اعرفش ايه يبقى ايه، هي من دي فكره ان ثقافه الشاب لا ده صغير ما ينفعش يتولى هذه المسؤوليه او ما يقدرش على التحديات. مين قال كده؟ معظم الشركات الكبرى في العالم رؤسائها رؤساء مجالس ادارتها ومديرينها التنفيذيين شباب صغيرين. صحيح. وقادره تحقق نجاحات وتخترق اسواق وتحقق ارباح، في بعض الشركات ارباحها تفوق ميزانيات دول ورؤسائها شباب صغيرين. هنا لما بتكلم عن التحديات الامن القومي، مين قال ان الشباب اللي تولوا هذه المسؤوليات ما عندهمش وعي بالامن القومي وازاي يواجهوه؟ اثنين، هي مؤسسات الدولة المعنية بالأمن القومي هتاخد جنب وتقول دول شباب يتولوا؟ لا، المؤسسات الدولة شغالة وبتدعم هؤلاء في ملفات الأمن القومي. تحديات الأسواق وغلاء الأسعار واحتياجات الدولة المصرية، هم الشباب دول ما عندهمش وعي؟ هو الناس متخيلة إن الشباب دي جت كده من البيت بقت وزراء أو محافظين أو نواب محافظين؟ لا، الشباب دي خدوا دورات وخدوا تكليفات واشتغلوا على ملفات اللي هو هيشتغل عليها دلوقتي في الوزاره. وبالتالي خلينا ندعم هؤلاء الشباب ونقول احنا معاهم. وبالمناسبه حتى لو اخطا في ملف، هو الكبار اللي تولوا عندهم 65 سنه ايهم اولى؟ ان انا اجيب شاب مؤهل وخد هذه تولى تصاعد في هذه الدرجات ومسكه هذه الوزاره واستحمل حتى انه يخطا وانا هسنده كدوله وكمؤسسه دوله، ولا اجيب حد جاي مثلا استاذ جامعي مع كل احترام طبعا ما تولاش اي منصب تنفيذي قبل كده وعنده 60 ولا 65 سنه ومسكه محافظ واعتمد على ان خبرته كاستاذ جامعه، ايهما اولى؟ انا اولى معايا الشاب اللي النهارده عنده 35 ولا 40 سنه واقدر ادعمه عشان بعد 10 سنين يبقى ده كادر يقدر يقود حكومه، يقدر يقود مؤسسه كبيره، يقدر يقود عمل دوله كبير
ويطلع من تحت منه اجيال. انا الحقيقه مبسوطه بطرح هذه الافكار على الهوا معايا في البرنامج، وبنسيب دوت لمشاهدينا انهم يحكموا، وان شاء الله يكون الحكم لصالح الشباب. الكاتب الصحفي احمد ايوب رئيس تحرير جريده الجمهوريه، انا برحب بيك وبشكرك على هذه المداخله. هنروح لفاصل قصير نرجع نكمل باقي كلامنا في اليوم، خليكم معانا. مرحب بحضراتكم من جديد في اليوم، ولسه مكملين باقي كلامنا عن ما تم خلال اليومين اللي فاتوا، سواء كانت حركة محافظين أو الحكومة الجديدة. خلونا نتكلم على المحافظين تحديدا، لأنها حركة واسعة شملت تغيير 21 محافظ، كان من أصل 27 طبعا، وده كان بالتزامن مع التغيير الوزاري ليتلائم مع متطلبات المرحلة الحالية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المواطن بيأتي على رأس أولوياته. المحافظين بقى الجدد أكدوا أن التوجيهات الرئاسية اللي جات لهم ركزت على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مثلا على سبيل المثال قال أن التوجيهات الرئاسية شددت على التواجد الدائم على الأرض مع النواب وجميع القيادات التنفيذية، وده للتواصل المباشر مع المواطنين. دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد كان ليه تصريح برضو قال فيه أننا بنعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن النهوض بالاستثمار والصناعة، والأهم هو التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم والحرص على وجود حلول لجميع الأزمات ومشاكل المواطنين، وده بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. يعني باختصار كل التوجيهات اللي صدرت للمحافظين الجدد ونواب المحافظين هو التواجد على الأرض والتخفيف عن كاهل المواطنين، التحديات بقى اللي بتقابلهم والفرص اللي أمامهم ايه هي؟ هنناقشها مع الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ الأليوبية والإسكندرية. برحب بحضرتك يا فندم الأسبق طبعا. أهلا وسهلا أستاذة ديدا. أهلا بيك يا دكتور رضا، وبما إن لحضرتك خبرات سابقة عايز أسألك كيف قرأت اختيارات حركة المحافظين الأخيرة؟ قراءة طبعا جميلة جدا، وأنا بحب في البداية أوجه الشكر لحاجتين، البرنامج الرئاسي وبرنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب، لأن يعني هم نجحوا في تخريج أو إعداد عدد كبير جدا من الشباب. النهاردة بنشوفه ظاهر جدا متواجد في حركة المحافظين الموجودين في النواب، المرأة، برنامج المرأة تقود، في عدد كبير جدا تم اختياره. وحقيقة أنا شاركت في التدريس في الأكاديمية الوطنية برنامج للإدارة المحلية وتدريس لهؤلاء الشباب، التجربة يعني جميلة وجيدة. فالنهاردة لما يكون عندنا حتى 6 من المحافظين القدام اللي استمروا فيهم، 2 بعتبرهم الوزير محمد هاني الغنيم محافظ بن سويف من البرنامج الرئاسي وسنه صغير، ولما تولى بقى له 6 سنين محافظ، النهارده بيتمثلوا تاني، فده دليل على نجاح التجربه. الدكتوره منال عوض برضو كانت نائب محافظ والنهارده محافظ وزير للتنميه المحليه، شايفين عدد من النواب والشباب موجود جوه، استمرار الشباب كلهم اللي كانوا نواب محافظين من التنسيقيه ومن البرنامج الرئاسي موجودين نواب محافظين باستمرارهم دليل على ان التجربه ناجحه، عدد كبير منهم مستمر. الدكتوره جاكمين برضو كانت من خريج البرنامج الرئاسي وراحت، كانت نائب محافظ اسكندريه راحت محافظ البحيره، فده كله يعني الحمد لله ان احنا الدولة بتنجح انها تنقل الخبرات للشباب عشان تأهل الجيل، لان هم اللي هيقودوا المسيرة في الوضع اللي تمام اللي جاي. من واقع خبراتك بقى الفرص إلى والتحديات. الجزء بتاع حضرتك بتاع السؤال، طبعا تحديات المحافظ كبيرة جدا، لان المحافظ هو حائط الصد الاول للدولة امام المواطن المحلي. المواطن المحلي احنا عندنا يعني يمكن تجربة حياة كريمة سلطت الضوء على حياة اهالينا في الريف، 60 حوالي ما يقرب من 60 مليون مواطن في الريف، فده الريف ده هو ده المواطن المحلي الاساسي يعني اللي الدولة بتتعامل معاه، فده حائط الصد بتاعه مين؟ رئيس القرية، رئيس المدينة، رئيس الحي، الوحدات المحلية، المحافظ. فبالتالي المحافظ عليه عبء انه لازم يكون متواصل ومتواجد في الشارع ويكافح التحديات بأقل الامكانيات، لان برضه لغاية دلوقتي احنا
عندنا امكانيات كتير جدا ناقصه في المحافظات، نقص في الموازنات الماليه، ودي يمكن اشكاليه بنتغلب عليها كمحافظين وكنواب محافظين بالجهد وبالنزول في الشارع نحاول نحل. المشروع القومي حياه كريمه يمكن من ضمن التكليفات الكبيره للحكومه ان يستمر والمرحله الثانيه بتاعته تبدا باقصى سرعه، لان ده عمل انجاز كبير جدا ساعد المحافظين طبعا في ان هم يحلوا التشابكات اللي كانت بين الوزارات وبعضها. انا قدرت اخد اراضي النهارده في المحافظات تبع الصحه، ابتديت انقلها اخد جزء منها فاضيه اعمل فيها جزء للمجمع خدمي للقريه، فده كان اجراء عشان يتعمل في عدم تدخل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوله رئيس مجلس الوزراء مع الساده المحافظين مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. كان ممكن ياخد وقت قد ايه؟ كان ياخد احنا بقالنا كام سنه ما طورناش الريف. حضرتك النهارده حياه كريمه بدات من 2019 كمرحله اولى للقرى الاكثر فقرا، ثم اطلقها فخامه الرئيس بصفه رسميه وحضر الاصطفاف بتاع المعدات، فاحنا بنتكلم في 3 سنين. لا ولولا الازمه الكورونا وازمه الحرب الروسيه ومشكله سعر الصرف وعدم نقص الدولار كان زماننا بنخلص في المرحله الثانيه وبادئين المرحله الثالثه. لكن طبعا في جزء كتير جدا من محطات الصرف الصحي ومحطات الشرب وبعض الخامات كانت كلها مستورده، وبالتالي كان عندنا مشكله من رتم المبادره. لكن لو على الانطلاقه الاولانيه بتاعتها كانت يعني كان كله خلص في 4 سنين او بالكتير. صحيح. فجوده الحياه في القرى وجوده الحياه في الريف وجوده الحياه في المحافظات والمجتمع المحلي بيفرض هذا العبء على المحافظين. النهارده بنتمنى مع التشكيل الجديد، وطبعا الدكتوره منال وزير التنميه المحليه هي عارفه مشاكل الاداره المحليه، النهارده ان قرار الاداره المحليه الجديد يصدر، المجالس المحليه تنتخب ونستكمل الشكل الخاص بالنظام المحلي، ده هيدي برضه زخم جميل جدا للاداره المحليه وللتنميه المحليه، وهيساند اجهزه الدوله، لان انا لما بقلل حجم المشاكل اللي بتطلع للدوله فوق المستوى مجلس الوزراء ومستوى السادة الوزراء، يبقى انا خففت العبء على الحكومه والحكومه تتفرغ للتخطيط للمشاريع القوميه والامور الخاصه. طيب يبقى احنا كده بالنسبه للفرص اتكلمنا على حياه كريمه لانها فرصه من اعظم الفرص اللي اتيحت للقرى المصريه، وايضا طبعا قانون المحليات الجديد. ايه تاني الفرص المتاحه امام المحافظين عشان نبدا نتكلم عن التحديات؟ المحافظين النهارده عندهم فرصه ان في توجيه وتكليف من السيد رئيس الجمهوريه للحكومه انها تدعم المحافظين وتساندهم، فبالتالي انت عندك يعني فرصه كبيره جدا ان الدوله واقفه في ظهرك فمش لوحدك. الوزراء الى حد كبير بقى في نواب لرئيس الوزراء بيحلوا مشاكل، في مجموعات وزاريه ممكن تحل لك التشابكات. السيد رئيس مجلس الوزراء يعني توجيهات بحالة تكامل وتنسيق كامل، تنسيق عمل من نوع خاص ما بين المحافظين وما بين الوزراء. أهم التحديات اللي بتبقى موجودة أمام المحافظ التشابكات بين الوزارات وبعضها والاختصاصات بتاعته وسلطاته، لأن المحافظ هو بيمثل السلطة التنفيذية في المحافظة وبيراقب أداء الأجهزة اللي موجودة، ولكن أحيانا ما بيبقاش عليه سلطة قوية بالنسبة لها، فبالتالي بيضطر يلجأ للوزير المختص. فالتعاون هنا والنهج اللي احنا شايفينه في تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة، شايفين ان هذا النهج والاختيارات جايبة ناس من المطبخ، يعني صحيح المهندس عادل النجار زي ما حضرتك من انشط رؤساء الاجهزة وكان في هيئة المجتمع ومحافظ الجيزة ومحافظة كبيرة، فبالتالي النهاردة الناس اللي عندها خبرات، سكرتير عام النهاردة تولى منصب نائب محافظ حازم الاشمون نائب محافظ الشرقية، شايفين النهاردة لا في حركة وفي اتجاه لدعم الـ الناس التكنوقراط اللي موجودين جوه الاداره المحليه ان هم يبداوا يتبوأوا مناصب قياديه جوه. التحديات الجديده اللي قدامهم ان احنا بنشتغل بقانون قديم، قانون 43 سنه 79 المفروض وفقا لدستور 2014 يصدر بقى قانون الاداره المحليه الجديد، يوسع الاختصاصات، يدي يحل الازمات اللي كانت موجوده قبل كده، يفعل المجلس الاعلى للاداره المحليه، الاقاليم الاقتصاديه تبدا تشتغل، لجان التخطيط التشاركي اللي هي ما بين المواطنين والمحافظ
دي مهمه جدا، لان دي بتديهم نوع زي جلسات الاستماع، بنشوف اراء المواطن المحلي هو عايز ايه، ردود الافعال. ردود الافعال لا مش ردود الافعال، ده بالعكس مقترحات تنفيذ السياسات لو جت من تحت من المواطن وطلعت لغايه فوق هتتنفذ وهتدي الرضا اللي السيد الرئيس بينشده النهارده والسيد رئيس الحكومه بينشده ان يحصلوا على رضا المواطن قبل رضا اي حد. فرضا المواطن النهارده مهم جدا من اولويات التكليفات اللي اداها السيد الرئيس. طب عايزه من حضرتك زي مش هنقول وصفه، ولكن بحكم خبرتك كمحافظ سابق سواء كنت الاليوبيه او الاسكندريه، خليني اسالك عن يعني ممكن تقول ايه بعض النقاط اللي تنصح بيها المحافظين الجدد في محافظاتهم، ثلاث أو أربع نقاط نختم بيها. النقطة الأولى أن يفعل القانون ويتصدى بكل حزم للمخالفات والقبح اللي موجود، ودي أهم حاجة الناس لازم تستشعر بهيبة الدولة وهيبة القانون. النقطة الثانية هي أنك تلتقي وتلتحم بالمواطنين وتنزل، يعني مش عيب ان المحافظ ينزل يجتمع بالمواطن في قريته، يعني يروح يعمل يلف على قد ما يقدر وينزل القرى وينزل الريف وينزل الكلام ده، يسمع من المواطن مش بيخليش حواجز. دي اهم نقطه، واعتقد ان رئيس مجلس الوزراء اشار ليها واكد عليها في كل يعني مؤتمراته الصحفيه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ الاليوبيه والاسكندريه الاسبق، شكرا جزيلا ليك. طيب هنروح لمجلس الوزراء. النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف تلقي ورصد واستجابه الجهات الحكوميه لشكاوى المواطنين المسجله على منظومه الشكاوى الحكوميه الموحد في مجلس الوزراء خلال شهر يونيو 2024، وده في تقرير اعده الدكتور طارق ارفاعي مدير المنظومه. واكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة واللي بتسهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها بتعاون طبعا مع الوزارات والجهات المعنية، وده تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب هنروح لوزارة التخطيط. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عقدت لقاءات مكثفة مع قيادات الوزارة في تاني أيام عمل ليها في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان ليها تصريح أكدت فيه أن الفترة اللي جاية بتعد مرحلة فارقة في تاريخ الوطن يتكاتف فيها الجميع من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية وتلبية التطلعات والأمال المنعقدة على الحكومة الجديدة. أشارت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن تطوير العمل على مختلف الأصعدة والاهتمام بالصحة والتعليم وتنمية رأس المال البشري وتوطين الصناعة فضلا عن تشجيع الاستثمارات الداخلية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتكم من برنامجكم برنامج اليوم. شكرا لكم، كل التحية لحضراتكم مني أنا دينا عصمت وفريق العمل. إلى اللقاء.